Okay? ماشي. The process of thinking, what is thinking? احنا عندنا في حاجة اسمها thoughts اللي هي أفكار و ideas اللي احنا برضو بنقول عليها أفكار, بس thoughts نقدر نقول عليها انها خواطر, يعني حاجة بتعدي كده على البال, بيخطر على بالي شيء. لكن الايديا دايما او الفكرة هي بتبقى عبارة عن اي شيء مستنبط جديد, عشان كده بنقول ان الايديا هي حاجة بتنور في المخ كده بعد عملية التفكير, بيجي للانسان نتيجة ما يسمى بالارهاص. الارهاص يعني الانسان في معاناة فكرية نتج عنها, او عشان اصلا الانسان يخش في فكرة ان هو يبقى critical thinker. ده زي بالظبط بنقول في واحد واقف على ارض مستوية وفي واحد واقف على ارض منحدرة وخايف انه يقع. مين اللي بيفكر اكتر؟ اللي واقف على ارض مستوية عشان حاسس باستقرار ما بيفكرش, اللي نايم ما بيفكرش. لكن لو واحد ماشي على الحبل مثلا, او واقف على ارض غير مستوية او ارض مائلة, يبقى اول حاجة ايه؟ ان دماغه في عملية تفكير متصل عشان يتفادى ان هو يقع. فده بنسميه critical thinking. critical thinking ده مبني على ايه؟ قوة الملاحظة للاشياء المحيطة بي عشان اتابع تطور الاحداث. يعني لو انا مثلا بركب بسكليت, انا بقى عندي اول حاجة critical thinking في ايه؟ ازاي ان انا ما تقلبش يمين وشمال, تكون حريصة. يبقى في فيدباك بيحسب نسبة الميل وبعدين جسمي يتعد. طب بعد شوية هبتدي افكر ان انا هزود السرعة, وبعدين ممكن افكر ان انا عايز احول, ولو حبيت اقف يبقى لازم افكر ان انا هعرف اقف. كل دي انواع من التفكير الحرك. ماشي. طيب لو جينا نقول بقى للراجل اللي بيفكر في التفكير العلمي ده الكريتيكال ثينكينج, بقول ان انا عشان اظبط اتزاني على البسكليت او البايسكل يبقى لازم وزن يمين قد وزن شمال, لان لو ملت لازم هتقل. طيب لما يجي واحد يلف بيميل عكس اتجاه الدوران عشان قوه الطرد المركزيه ممكن تكون هتوقع, يبقى اذا في نظريه اتولدت في دماغه انه بيحسب انه لما لو لف وهو ثابت مكانه هيروح مقلوب, فبيحاول يميل جسمه عشان خاطر ما يتقلبش. حتى بنشوف في سباق الموتوسيكلات لما بيجوا على دوران كلهم بيميلوا خالص على الجنب. يبقى ده ايه؟ ساينتفك ثينكينج. ان انا بشوف نظريه علميه والنظريه العلميه دي بتخليني افهم طريقه تصرفي مع الاشياء. الكرييتيف ثينكينج بقى يجي من ان انا اديفلوب طريقه جديده ابتدي افكر بيها في المشكلة اللي انا فيه. زي مثال مثلا لو فرض ان واحد حب يمشي على الحبل, فبنقول ايه؟ عشان يعدل الاتزان بتاعه هو لازم يبقى حريص جدا. لكن بيقول ان انا لو جبت بار او عمود طويل كده وشلته بالعرض, العمود ده هيحافظ على الانرشيا او عزم القصور الذاتي, فهيكون ماشي على الحبل ايه؟ اكثر استابيليتي او مور ستيبل. يبقى لو هو مسك في الحاجه دي هيقدر يظبط اتزانه. طيب اللي قاعد في السياره ليه الراجل مثلا اللي اكتشف حزام السياره, حزام الامان, ليه عمل حزام الامان كده؟ او ده نوع من الكرييتيف ثينكينج. الكريتيكال ثينكينج ان هو قاعد خايف لو العربيه وقفت فجاه يروح مقلوب. الساينتفك ثينكينج يقول ايه؟ ان الجسم له عزم قصور ذاتي او انرشيا, وان هو لو ميل لقدام نتيجة فرق السرعة ممكن ان هو ايه؟ يتخبط. طب ازاي اثبته؟ فيقول لي بقى احط له حزام. طب الراجل بقى اللي صمم الحزام يحطه حوالين وسطه, برضو نصه الفوقاني هيعمل كده, لو حب يمسكه من فوق ممكن يتخنق, يبقى يحاول يمرره بالعرض. يبقى دي الكرياتيفيتي بقى, ان انا اصمم فيه طيارة مثلا حزام يمسك في الكرسي كده. طب ليه حزام الطيارة مش كده بينما بيتربط في الوسط, بينما حزام السيارة بالطول؟ يبقى هنا لازم يكون في دراسة علمية, لان حزام الطيارة المطلوب فيه انه ما يقومش فقط, لان الطيارة ما بتضربش فرامل فما بيتحدفش لقدام, لكن مطلوب منه انه ايه؟ ما يسيبش الكرسي بتاعه, يبقى انا هربطه بالكرسي من تحت. انما اللي في العربيه اكيد مش هيقوم يسيب الكرسي, لكن انا عايز اثبته
في المقعد الواقع. فدي الكرييتيف سينك. فاذا اي واحد بيعمل بيخترع شيء لازم يمر بثلاث مراحل. اول حاجه الكريتيكال ثينكينج، وده بيعتمد على المعاملات الاساسيه الخمسه اللي هي فيها المخ بيبتدي ايه، يعني نقدر نقول نصنفه ان هو في ذكاء ولا لا، اللي هي الانتباه الاتنشن، وبعدين السبيد السرعه، وبعدين الميموري الذاكره، الميموري الذاكره، وبعدين الفليكسيبيليتي اللي هي المرونه، وبعدين البروبلم سولفنج انه دايما لما بيقابل اي مشكله ما بيقولش لحد تاني يحلها له. يعني لو انا قاعد مش هقول لواحد امسكني، لا انا اعرف امسك نفسي ازاي. مع الخمسه دول يبتدي يشوف مشكله. فعشان لما نيجي نقرا هنا الكريتيكال ثينك مبني على الكلاسيفاينج. كلاسيفاي يعني الرتب بتاعه الاشياء او تبويبها. يعني مثلا لو فرض ان انا هخش في طياره، الكلاسيفاينج بيقول ايه؟ بيقول ان مثلا في كرسي جنب الشباك وكرسي في الممر. فلو انا قاعد بفكر كده، اذا انا عامل في حسابي ان انا كل شويه هقوم، يبقى افضل ان انا اقعد في النص ما اقعدش جنب الشباك. يبقى بقى بحط التستايب. لو انا مثلا بقول في الكلاسيفاينج سي مثلا ان انا بشتري حاجه، بشتري مثلا هدوم، لو الهدوم دي هخرج بيها في اي حته يبقى بنسميها كاجوال، يبقى ممكن تبقى بنطلون جينز. لكن لو انا هروح بيها حفله، طب الحفله دي ايه؟ يبقى بختار بدله مثلا، او بختار حاجه تليق بالمكان. يبقى التبويب هنا او الكلاسيفيكيشن. لو انا دخلت في محل هبتدي الاقي ان البضاعه، اسوأ انواع المحلات اللي هو يحط كل البضاعه على بعضها، واحسن الانواع اللي هو ايه بيصنفها، وكمان ممكن تصنيف بالمقاس وتصنيف باللون. يبقى اول حاجه في الكريتيكال ثينكينج الكلاسيفاي، وبعدين الانالايزنج يعني القدره على التحليل. التحليل يعني معناه ايه؟ ان انا اعرف افك الاشياء المركبه لاشياء بسيطه عشان اعرف هي متركبه من ايه. يبقى لو انا مثلا معايا سياره وحصل فيها مشكله، تحليلي للسياره دي ان فيها منطقه فيها الموتور، في منطقه فيها الميه، في منطقه فيها الزيت، في منطقه سخنه يبقى فيها حراره، في منطقه فيها هواء، وهكذا. يبقى لازم ايه يجي التحليل. الاوبزرفنج اللي هي الملاحظه. عيني طبعا ممكن تلاحظ حاجه لو بتحصل مره واحده او بتلاحظها باستمرار. يعني لو جه واحد يعدي الشارع فلازم ايه يبقى عنده قدره على الملاحظه، الايه المسافه اللي لازم يعديها وسرعه العربيات وهو كمان سرعته قد ايه. يعني لو واحد ماشي شايل شنطه تقيله مثلا وعايز يعدي الشارع، لازم يستنى اما الشارع يبقى فاضي، والا مش هيعرف يجري وهو شايل ايه. وبعدين الجنراليزيشن او الجنراليزنج، ان انا يبقى عندي القدره على التعميم، ان انا اشوف الصوره ككل، ما بقاش باصص في حته واحده بس، لان الصوره ككل المشهد ككل ممكن يحدد لي قدرتي على اتخاذ القرار. يعني مثلا مش هبص للعربيه اللي جايه، ما احتمال ان الشارع ده رايح جاي. فلو انا ما خدتش فكره التعميم دي، يعني لو بصيت كل سرعه العربيات يبقى انا هيبقى عندي فكره ان الشارع ده ران واي ولا شارع عادي، المرور واقف ولا المرور مش واقف، انسقهم. وبعدين البروبلم سولفنج اللي هي لازم يكون عيني بتشوف مشكله وتحاول ايه تدور على حلها قبل ما اخش لسه في طريقه الحل. واخر حاجه طبعا التقييم اللي هو الايفالويشن، ان يبقى عندي قدره على التقييم. يعني لو واحد اداني شنطه عشان اشيلها لازم اقدر هل انا هقدر اشيلها ولا مش هشيلها. يعني لو فرض واحد مثلا بيقول لي تعالى ساعدني تشيل ثلاجه، الثلاجه دي تقيله، هو متصور ان اتنين ممكن يشيلوها؟ لا مش ممكن. وبعدين اخر حاجه الاكسبلينمنت، يبقى عندي القدره على الشرح لنفسي وللاخرين. يعني اي واحد بيقرا حاجه ممكن ما يفهمهاش من اول مره، لو هو كريتيكال ثينكر لازم يعرف يشرحها لنفسه، لو ما عرفش يشرحها لنفسه مش عارف ايه يفهم. فده الكريتيكال ثينكر. في الكريتيف ثينكينج بقى بيبقى عندنا اول حاجه بندور عليها ايه؟ الفلوينسي. يعني ايه فلوينسي؟ يعني ايه واحد لسانه ماشي في اي موقف يعرف يقول الجمله المرافقه ليه. يبقى عندي السرعه في استدعاء الكلمات والافعال المرافقه لاي حدث قدامي. يعني لو لقيت واحد بيعدي في عربيه جايه مثلا اقدر اقول له ايه؟ حاسب، او تعالى عدي من هنا. يبقى لازم عندي القدره على ايه؟ على الفليكونسي، الفلوينسي اللي هي السرعه في الاداء، الفليكسيبيليتي المرونه،
يبقى ما تقيدش بنمط معين. يعني مثلا لو فرض ان انا بستخدم حاجة معينة زي مثلا في الكمبيوتر بكتب على الوورد، فرضا ان الوورد مش شغال مش هعرف اكتب، لأ ممكن اعرف اكتب، ممكن اكتب مثلا على ايه، على حاجة تانية مكافأة للوورد، ممكن اكتب على الاكسل على النوت باد، يبقى عندي القدرة على ان انا او على الباور بوينت ان انا اتشكل. وبعدين الاوريجيناليتي ان انا لازم افكر في فكرة يكون محدش فكر فيه، يعني ما بقاش دايما معتمد على اللي موجود، لان لو اعتمدت ان انا ما بستخدمش الا من سبقني فيه الحاجات اللي هو عملوها، يبقى ما كانش حد هيعمل حاجة جديدة. يعني الراجل اللي مثلا خد الودن والاكس بي قبليها كان فيه ويندو 98، قبليها في ويندو 95، قبليها كان في الدوس. لو هو ما بيدورش على ان يبقى عنده فكرة كان بيقول ايه، طب اشتغل زي اللي فات. وهنا دي تضرب فكرة الاعتماد على الماضي بصورة مطلقة على اساس ان الماضي كان اكثر امان. طبعا في شعور دايما بيجي للبشر بيقولوا ايه، ايام زمان، يعني دي كلمة شائعة جدا، الخير زمان، الناس زمان كانت. فهو متصور ان الاشياء اللي كانت زمان فيها الاصالة، لكن هو لو دور مثلا، لو انا جبت له مثلا كمبيوتر قديم او جبت له سيارة قديمة هيبتدي يحس انه ايه، في مشكلة فيها. فدايما المفروض ان احنا لا نتقيد بالماضي، فده يدعونا ان احنا ايه، نفكر في حاجة جديدة وتكون جينوين، يعني اصلية، ما يكونش فكرة حد تاني، ما يعتمدش دايما على فكرة حد تاني. وعشان كده ليه الغش ممنوع اصلا في الامتحانات، سواء كان غش من مفكرة او غش من حد جنبي، ان انا ما اخدش مجهود حد تاني او فكرة حد تاني واعتبرها ان دي فكرتي، لا انا فين اصلا يعني. وبعدين الالابوريتنج او الالابوريشن، ان انا لازم احول كل حاجة من النظري للعملي استخدمه. يعني واحد اداني شوكة وقال لي دي بيتاكل بيه، انا لسه ما اعرفش بيتاكل بيها ازاي، بكون بيها نظرية، لازم حتى لو شفته بياكل بيها لازم انا كمان اجرب اكل بيها. شفت واحد بيستخدم باكج على الكمبيوتر بيرسم مثلا حاجة في الجرافيكس، لازم اجرب انا كمان اعرف ارسم بيها. وبعدين الفيجواليزيشن اللي هي القدرة على ان انا اتخيل، يعني بقى متهيالي الحاجة دي لو مش هيبقى شكلها ايه. يعني لو واحد مثلا متخيل نقطة، لو النقطة دي لفت يبقى يتخيل كده كأن في دايرة رسمت في خرام، لما اقول انا همشي من هنا لهنا يبقى انا اتخيلت ان في لاين مرسوم. فطبعا يعني كل الحاجات دي بتساعد على ان الواحد يبقى عنده نوع من الكرييتيف ثينكينج او الفكر الخلاق. ونيجي بقى للفكر العلمي الساينتفك ثينكينج، ان دايما اي مشاهدات الواحد بيشوفها بيقارنها بحاجه شافها قبل كده. طب اذا لقى حاجه ما شافهاش قبل كده يبقى بيحاول ان هو يبني عليها نظريه. يعني فرض احنا مثلا طلعنا رحله صيد وبنقول ان احنا عايزين نعمل شاي، طب معانا ايه عشان نعمل الشاي؟ هنفترض ان معانا مثلا ايه، سخان. بنفتح السخان بصينا لقينا المايه اللي فيه برد، عايزين نولع نار. فالناس هتولع نار بايه؟ واحد يقول مثلا احنا معانا هيتر ممكن نوصله على بطاريه العربيه، واحد تاني يقول بس احنا معانا ممكن انبوبه بوتاجاز صغيره ممكن نولع ونعمل الشاي، واحد تالت يقول ايه، ممكن ان احنا نلم شويه خشب كده ونولع فيهم ونشتغل. لو انا راجل بتكلم باسلوب علمي يبقى بقول ايه، ان في قدامي ثلاث بدائل بس بشرط ان انا عارف. لكن لو انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها هيتر ولا في حاجه اسمها مثلا موقد او يعني جاز ستوف، فهبتدي اقول عايز اعمل نظريه، هو ايه اللي ممكن بيولع في الطبيعه؟ خشب. طب يا ترى الخشب الطري، لا لو ولعت في الخشب الطري مش هيولع، يبقى بدور على حطب او على خشب ناشف. يبقى في الحاله دي ايه، انا ابتديت ابني نظريه. طب جبت شويه خشب وحاولت اولعها مش عايزين يولعوا، اولعوا وبيطفوا، يبقى في ايه، في هوا بيطفيهم، يبقى لازم احجز عليهم. يبقى ابتدي افكر تاني في البروبلم، وبالتالي يبقى التفكير العلمي هنا بيساعدني على ان انا ايه، اتحط في التفكير الحرج، ادرس المشكله بطريقه علميه وبعدين اوجد حلول خلاقه او حلول جديده فيها. يبقى دوره التفكير وانس ان الواحد قرر ان هو يتحط في مشكله بقى كريتيكال ثينكر.
يبقى ده تفكير حد. يبتدي يدرس المشكلة يبقى ده تفكير علمي. يحاول يلاقي حل بطريقة جديدة يبقى ده اسمه تفكير إبداعي أو تفكير خلاق. ودي دورة التفكير العلمي. From critical thinking to scientific thinking to creative thinking. طيب الشخص اللي لا يمتلك الخبر ولا يمتلك المهارة ولا يمتلك العلم يبقى قدامه مشكلة كبيرة جدا. حتى لو هو critical thinker هيحس ان هو في أزمة وياخد قرار ان انا مش عارف احل الأزمة. لكن ممكن يستخدم حد تاني عشان يساعده في حل المشكلة. يبقى اذا عشان الانسان يجمع التلاتة دول ويقال عليه في الاخر ان هو expert او خبير، يعني لما يكون في problem هو اللي هيجي يتحط فيها يحاول يعيش وبعدين يحاول يفهمها وبعدين يلاقي لها حل، يبقى لازم الشخص ده بيمتلك الحاجات الأساسية اللي بنقول عليها. طبعا غير معاملات الذكاء بتاعة المخ لأن دي مفترضة، لازم يكون عنده تعليم مأهله إنه يفهم الأشياء اللي قدامه، لازم يكون عنده الإديوكيشن، لازم يكون عنده درجة من درجات المهارة، يعني بيعرف يعمل حاجة. يعني واحد مثلا بيستخدم الكمبيوتر يبقى لازم يكون ماهر بالكمبيوتر. واحد بيركب بسكليت يعرف يركب بسكليت مثلا. واحد عايز ينزل بحر يبقى لازم يعرف يعوم، يبقى دي مهارة. وبعدين عنده ايه النولج او المعرفة اللي استخدمها الفترة، يعني عنده خبرة وبالتالي عايش الايه اكسبيرينس. فلو انا مثلا رحت الغابة او رحت تعالي نشوف مثلا منطقة لسه جديدة، اول حاجة بشوف اهل المنطقة دي ايه. اهل المنطقة دي اكيد هيكون عندهم خبرة في التعامل معه، عشان كده مثلا ما بيروحوا الصحراء بيجيب واحد اسمه قصاص اللي هو بيقتفي الأثر. ليه؟ لأنه عنده خبرة. أنا بالنسبة لي لو شفت شكل الرمال مرة أو اتنين مش هجمعها، لكن هو بالنسبة له عشان عايش في الصحراء على طول هيعرف شكل الرمال، هيعرف يدلني على الطريق. لو رحت لبحار مثلا بيستخدم النجوم كأدلة بالليل بدل زي البوصلة، هيكون رسمة السماء بالنسبة له زي الخريطة لان عنده خبره فيها. فلو انا حتى عندي علم بالنجوم لكن ما بستخدمهاش مش هيبقى لها ايه مردود عندي. يبقى اذا الاربع حاجات الاساسيه اللي بنقولهم عشان ابقى كريتيكال ثينكر، يبقى لازم اعيش المشكله، وبعد ما عايشتها يبقى لازم ابتدي افكر فيها بطريقه علميه. الطريقه العلميه هتخليني افهم المشكله وبعدين ابتدي احاول الاقي لها حل. اذا الحل جه من اللي موجود يبقى مش ابداع. يعني انا عطشان لقيت حنفية رحت شربت منها، ده مش ابداع. لكن السؤال لو انا لقيت مثلا حنفية جوه تقفيصة حديد وانا عطشان عشان امد ايدي مش هعرف اجيب المي، يبقى في الحالة دي انا محتاج ايه؟ طب انا جاي معايا ازازة، طب الازازة مش هتوصل لدي، يبقى في الحالة دي لازم ادور على حاجة عشان اعرف انقل المية من الايه من المكان بتاعها عشان تجي. يبقى ممكن مثلا اعمل ايدي وسط عشان تنقل ايه للازاز. ده اسمه كرياتيف ثينكينج. يبقى الكرياتيفيتي معناها ايه؟ ان انا خلقت شيء وحيد جديد ليس نسخه من الموجود عشان احل بيه مشكله. اذا الانسان اتعود على الثلاثة دول في نمط حياته في كل شيء هيبقى ده جزء من طريقه تصرفه في الحياه. الانسان بقى اللي ما بيتعرضش للمشاكل غالبا بيبقى دماغه ابتدت تتعود الكسل. عشان كده الحاجة المبشرة للدول اللي هي فيها مشاكل ان الناس بتكون اكثر ذكاء، ويمكن احنا بنقول احنا عندنا الفهلوة نسبتها عالية، احنا عندنا مشاكل كتير جدا. فالمشاكل احنا عندنا مشاكل، عشان كده بنقول ان الحاجة ام الاختراع او المشاكل هي اللي بتدي مفتاح للانسان ان هو يشغل مخه. لكن لو الانسان كل مشاكله محلولة وما بيقابلش اي مشكلة دماغه ما بتفكرش. بس دي الحاجة اللي نقول عليها.